طيب خلينا يعني ناخدكم لحاجة كده نعود بيها شوية إلى الفن اللي كان بيهتم بالطبقة المتوسطة في مصر، ولأن الطبقة الوسطى عموما في أي مجتمع تحس كده هي العمود الفقري بتاع أي مجتمع، هي الطبقة اللي بتحمي المجتمعات، اللي بيخرج منها يعني معظم العملاء والعملاء والعلماء كلهم، الواحد بيتلخبط من كتر الأحداث السخيفة، معظم العلماء والمفكرين والعباقرة، لأنه الحقيقة بتبقى العائلات في الطبقة الوسطى بتشتغل كتير جدا على ولادها أيا كانوا في أي مجال. خليني أروح معاكم لذكرى رحيل المخرج الكبير عاطف الطيب. عندما نذكر اسم عاطف الطيب من اسمه تعرف أنه أخذ من اسمه الكثير. عاطف الطيب مخرج صعيدي جاء من الصعيد مع عائلته إلى القاهرة، وعاش في حي شعبي وحي يعني فيه من الطيبة ومن المحبة ومن العائلات الشعبية، حي بولاء، والحقيقة عاش وتأثر وأثر من خلال السينما. عاطف الطيب كانوا يلقبوه بأنه زي ما نور الشريف مرة في لقاء قال لهم أنا بشوف أن عاطف الطيب هو نجيب محفوظ الإخراج، لأنه يعني عاش جوه الشخصية المصرية. هتلاقي أنه كتير من الفنانين يقولك كان عندي مشروعات مع عاطف الطيب، وكتير يقولك كنت بادئ مرحلة جديدة في تنوع الأدوار بتاعتي مع عاطف الطيب. عاطف الطيب قدم 21 فيلم خلال رحلة قصيرة، ولكنها الحقيقة قدمت كتير، 15 عام دخل من يعني 3 أفلام من اللي قدمهم عاطف الطيب وأخرجهم إلى أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. كل الكواليس اللي بتتكلم دايما عن عاطف الطيب بتقول قد إيه عاطف الطيب كان متأثر جدا بالطبقة الشعبية والطبقة الوسطى، وكان حاسس إنه السينما والكاميرا بتاعته هي اللي تقدر تدافع عنهم، هي اللي تقدر تاخدهم لقدام، هي اللي تقدر تقدم المجتمع وتقدم حلول وتكشف الفساد. عاطف الطيب كان بيعشق الكاميرا في الشارع، كان بيحب الشخصيات اللي بيقدمها، بيحبها جدا وبيتعامل معاها على أنها شخصيات واقعية. لو أنت شفت تاريخ مثلا أحمد زكي لازم تعرف قد إيه أحمد زكي كان يعني قدم أدوار مهمة من خلال أفلام لعاطف الطيب. نور الشريف، أسماء كتيرة جدا، ممدوحة عبد العليم في البريء، لبلبة لما عملت النقلة بتاعتها في ليلة ساخنة، كشف المستور، يعني كمية الأعمال وكمية الفنون اللي تقدمت كتيرة جدا. زي ما أنتم شايفين يمكن بنشوف أحد الأعمال اللي كان فيها عاطف الطيب الحقيقة والكاميرا بتاعته، وده نور الشريف زي ما أنتم شايفين، وأحمد زكي يعني الهروب أحمد زكي، وكمية أعمال جميلة. يعني عاطف الطيب لازم نقول البريء، ضد الحكومة، الهروب، سواء الأتوبيس، كشف المستور، يعني كمية من الأعمال مش ممكن أبدا ننساها ولا ننسى عاطف الطيب. كل الأعمال دي كان لي شريك وكان لي عين مثقفة، عين فنية، عين مبدعة لا تقل أبدا عن روح أو عين عاطف الطيب، مدير التصوير الكبير الأستاذ سعيد الشيمي. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك. يعني أنا لما بشوف كمية الأفلام اللي حضرتك كنت بتنقلها بالعين والكاميرا مع المخرج عاطف الطيب أعرف أن أنتوا يعني كنتم روح وفريق واحد. عاطف طبعا يعني داية من أول فيلم عملته معاه، أنا عملت معاه 8 أفلام واعتقد فيهم 7 مهمين جدا طبعا، غير فيلمه الاولاني اللي هو الغيره القاتله. يعني عاطف زميلي في المعهد، وحقيقي ما كناش اصحاب في المعهد، بعد 11 سنه من تخرجه احنا بقينا اصحاب لما عملت اول افلامه. اكتشفت هو ما كانش في المعهد لاي بريق، بالعكس كان ليه زملاء اخرين لهم بريق، ونتخيل انهم هيكونوا مخرجين كبار، لكن عاطف كان دائما مبتسم وجميل كده ويجامل الكل. عاطف من صعيد مصر، من سوهاج، اسرته هاجرت في الخمسينات من سوهاج، جم هنا هو كان صغير
كان بيساعد ابوه، لما دخل معهد السينما ابتدى يفكر ان ليه وظيفه في الحياه، هذه الوظيفه اللي يستطيع ان يعبر عن الام ومشاكل الطبقه الوسطى والطبقه الدنيا في المجتمع المصري. دي حقيقه. عاطف من فيلم سواق الاتوبيس حط مركزه الفني برغم من سواق الاتوبيس كان فكره محمد خان وسيناريو بشير الديك، لكن محمد خان لان احنا كنا بقينا اصحاب كلنا، انا عرفتهم بعاطف لان ما كانش حد يعرفه. محمد خان قال لا انا ما اعملش الفيلم ده، اللي يعمل الفيلم ده عاطف الطيب هو هيحسه اكتر مني. دي كانت روحنا السينمائيه في طبعًا هذه الفتره. طبعا طبعا دي هذه الفتره اللي احنا كنا فيها بنحب بلدنا، بنحب السينما بتاعت بلدنا، عاوزين نعمل شيء نفتخر بيه. ومن بدايه يعني انا هقول لك حاجه، مثلا واحنا بنشتغل سواق الاتوبيس احنا كنا بنشتغل جامد قوي، يعني بنخلص مش عاوزين نسيب بعض، فنروح نقعد في الحسين ناكل مهلبيه ونشرب. ايوه تكملوا نفس الحاله الحلوه يعني. يمكن يعني من شويه كنا من كتر حبنا للشغل مع بعض كنا بنشوف يمكن صوره دلوقتي فيها المخرج محمد خان وعاطف الطيب. لكن انا برضه عايزه اسالك، يعني عاطف الطيب لانه كمان عاش وسط الناس، يعني عاطف الطيب أيوة كان دايب وسط الناس، مش بولاء ابو العيله، لا بولاء الدكرور. ايوه بولاء الدكرور. عاطف كان ساكن في بولاء الدكرور، منطقه شعبيه جدا جدا. وصورنا شقه نور الشريف في بولاء الدكرور، وكان اول مره تخش الكاميرا السينمائيه لبولاء الدكرور وتصور شقه نور الشريف في سواق الاتوبيس هو ومرت امين اللي اتجوزوا فيهم. طب انا يعني عايز اسال حضرتك هنا استاذ سعيد، احنا مع عاطف الطيب كنا نرى حتى احيائنا الشعبيه بعين جميله، يعني ما كانش في أحيائنا الشعبية شيء يخدشها، بالعكس يعني هو كان بينقل أيضا الفقر والاحتياج وكله، ولكن بعيون فيها أمل لبكرة، بعيون فيها مشاكل بس فيها روح حلوة. أنا عاوز أقول لك حاجة، الجمال موجود في كل حتة، بس إحنا إزاي نقدر نشوفه؟ يعني حتى الفقر في جمال. يعني أنا هقول لك يعني مثال في بسيط جدا، فان جوخ قعد يرسم الجزمه بتاعته 5 6 لوقات صحيح، وهي جزمه حقيره جدا لكن فيها جمال. فعاطف كان دائما، يعني انا عاوز اقول لك حاجه، كان دائما لما يختار موضوع ويتعمل له سيناريو كان يهم قوي الموضوع ده يعالج مشكله ما في المجتمع، مش مجرد يعني موضوع والسلام. يعني هو دايما لا لا عايز يحط ايده على خلل. كنت لسه بتكلمي، أنا سامع بتتكلمي على المأساة اللي حصلت في الأردن واللي حصلت عندنا في المنصورة. في فيلم عمله عاطف الطيب، الفيلم الثالث ليه اسمه التخشيبة. أيوه الفيلم الثالث ليه ده التخشيبة، كان طبعا بعد النجاح الساحق بتاع سواق الأتوبيس كان عاطف في أزمة، لازم يعمل فيلم على هذا المستوى طبعا، مش ممكن ويكون برضه بيحل أشياء في المجتمع. صحيح خاصة ان احنا بنشتغل في سينما تجارية. يعني ايه سينما تجارية؟ ده مش صبة ولا حاجة، لا ناس بتدفع فلوس عشان طبعًا تكسب، في عداد على الشباك صح بالظبط، خدي بالك. فلما التخشيبة ايه موضوعه؟ التخشيبة ده اللي كاتبه وحيد حامد على طبعًا فكرة. طبعا ايه موضوعه؟ موضوعه ست محترمة جدا طبيبة عملت حادثة بسيطة وفوجئت وهي في القسم وكده انها عليها قضيه خطيره جدا خاصه بشرفها في الماضي. فهنا كان بيهاجم الاوراق اللي بتتحط في الـ 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 الاماكن المعينه، لان احنا في الاخر كلنا لنا اوراق طبعا، ان واحد اتبلى على واحده وكده وحاجه قديمه وفضلت الاوراق دي. ظهرت الاوراق دي في زمن معين وظلم يعني ومش مظبوطه وكم الظلم. انا فاكره قد ايه الفيلم ده كمان عمل جدل وقتها. طيب انا أيوة وبعض يعني المشاهد استاذ سعيد موجوده معانا على الشاشه، وانا عارفه قد ايه كاميرا عاطف الطيب هي 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 كاميرا مش سهله، والخروج والمواقع والاماكن علشان كمان الموضوعات كلها موضوعات من المجتمع وللمجتمع.
ايه تمام. والصوره هنا لحضرتك وانت موجود خلف الكاميرا، قولي اصعب المشاهد او اصعب الافلام اللي حقيقي كانت متعبه في التصوير؟ كتيره بما انك ضحكت تبقى كتيره. كل افلام عاطف كل افلام عاطف الطيب متعبه. بس على فكره ما كناش بنتعب بالمفهوم اللي يعني احنا تعبانين مش عاوزين نشتغل، لكن انا اقول لك واحنا بنعمل ملف في الاداب ما كناش حد مننا يعرف ان عاطف الطيب عنده مشكله في القلب. وقع مننا في التصوير، كنا بنصور في مكتب في ميدان الجيزه، فاخدناه بقى لدكتور في العماره لان واحد اغمى عليه فمش عارفين عنده ايه يعني. فاول مره نعرف بقى ان انا فضلت معاه مع الدكتور انه عنده حاجه اسمها اللغط في القلب. ايوه. واللغط في القلب ده بيجي لما يكون واحد عنده حمى الروماتيزميه ما بتعالجش كويس. صحيح بتعمل يعني المشكله دي. بالظبط، دي يعني مشكله في المستقبل لما الواحد بيكبر يعني. تخيلي انا الوحيد اللي عرفت المعلومه بالدكتور وكده، فيقول لي ايه بعد ما فاق هنطلع نكمل التصوير، اقول له ازاي انت لازم تروح تشتغل. انت عرفت المعلومه من الدكتور وهو قال لك يلا نكمل شغلنا كعاده. قال لي ما تقولش ابدا لاي حد سمعته من الدكتور، عشان اقول لهم انا مرهق ومتعب وكده عشان كده عشان يكمل. هو عاطف. فتخيلي ان بعد هذه الحادثه الافلام اللي بعد كده كان بيشتغل، يعني احنا كنا بنشتغل 14 ساعه. أيوة. 13 ساعه، بقينا نشتغل 18 ساعة أكتر، يعني ضاعف أكتر. الشغل أكتر. أكتر لدرجة أنا بقيت أتخانق معاه أقول له يا عاطف إيه اللي كان، هو كان حاسس إنه مش هيعيش كتير، كان حاسس بكده. كان حاسس، وحتى مرة أنا اتخانقت معاه قلت له يا عاطف أنت مش ربنا، أنت ما حرام اللي بتعمله في نفسك ده. أنت قال لي الحياة قصيرة وكده، وفعلا هو حاسس بده. يعني انا مثلا قدامي دلوقتي فيلم اعتقد ده الهروب مش معقول، الهروب كله متصور في الشارع، يعني الهروب الكاميرا والناس والزحمه واحمد زكي شايل والمحطه مصر، يعني حاجه صعبه جدا. كنا بنصور في الشوارع وكنا بنصور في اماكن زحمه جدا جدا طبعا باسلوب معين في التصوير. انا صورت في باب الحديد في فيلم البريء لما احمد زكي اتخانق ومعاه الهام شاهين وكده، ناس عادية يعني حقيقي اللي بيتخانقوا دول هم متخصصين وكده، لكن الناس اللي ماشية ورايحة جاية دي عادية جدا، وده هيتصور مرة واحدة مش ممكن. حقيقي زي ما حضرتك قلت يا كل أفلام عاطف الطيب، يعني أمامي دلوقتي ليلة ساخنة لبلبة ونور الشريف برضو في الشارع. طيب وهنا برضو مع ظهور لبلبة. لبلبة أول أدوارها بالظبط لسه كنت حكمت، كان في فيلم ضد الحكومة. ضد الحكومة صح. وأنا استعجبت قلت له عاطف لبلبة أنا صورت الأستاذة لبلبة في حاجات كوميدي وحاجات غنى وحاجات كده، فأقول له لبلبة يا عاطف قول لي أنت مش حط، يعني هو كان عنده رؤية مختلفة للممثل اللي يحطه في الدور بتاعه. ما دلوقتي عندي على الشاشة ضد الحكومة، وهنا أنا عايزة يعني أنا فاكرة في لقاءات كتير مع لبلبة، يعني مرة حتى قلت لها كانت حزينة الحقيقة على رحيل عاطف الطيب، لأن هي اعتبرت إنه عاطف الطيب نقلها نقلة تكمل بيها مشوار العمر، يعني حطها في أدوار تانية، يعني من ليلة ساخنة بقت لبلبة يعني يتعرض عليها نوعية مختلفة تماما، ومشوارها اتغير من مجرد فيلم يعني. فعاطف الطيب كان عنده مشروعات كتير مع أحمد زكي، مع ممدوح عبد العليم، مع نور الشريف، مع لبلبة، مع هالة صدقي، يعني أنا شفت عدد من الفنانين، يعني رحيل عاطف الطيب غير كتير من المشوار. أكيد طبعا، هو أصل المخرج هو لب العمل. صحيح. يعني ما نقدرش ابدا، ما دام المخرج بيختار موضوع هيعمله يبقى هو مسؤول مسؤوليه كامله على هذا الموضوع. عاطف كان يختار الموضوعات التي هو يقدر يقول فيها شيء. يعني في ال 21 فيلم اللي عملهم، الو؟ انا مع حضرتك سامعاك. ال 21 فيلم اللي عملهم في 15 سنه، وده طبعا مدة يعني قصيرة جدا على 21 فيلم. طبعا. كان يختار الفيلم اللي هو يعمله، يعني لما عمل فيلم كتيبة الإعدام هنا حاطط الفكرة اللي كتبها أسامة أنور عكاشة. صحيح.
استغلال الرأسمالية بقى اللي ظهرت أيام الانفتاح، صح، في توظيف سوبر ماركات وحاجات، بس هي كلها جاية من حاجات سرقة، زي ما احنا طبعا الخيال اللي حصل في الرواية من سرقة مرتبات في الجيش في أزمة السويس وكده 73. فما فيش فكرة عاطف تشده يعني. هو أنا حتى كتبت الله يرحمه، كان عند في عنده فيلمين عاوز يعملهم بس العمر ما يعني ما طولش، لم يسعفه. علاقته ايه استاذ سعيد في الكواليس بنجومه؟ يعني عاطف الطيب لا يفرض عليه نجم، هو يختار النجم لكي يصبح نجم. يعني في نجوم الحقيقه قبل عاطف الطيب كانوا في مرحله، وبعد عاطف الطيب بقوا في مرحله تانية. فاذا هو لا يفرض عليه نجم، هو يختار النجم. علاقته ايه بالنجوم في التصوير في بص، أول فيلم عملته مع عاطف الطيب أنا فوجئت بشخصية تانية. يعني عاطف في الحياة العامة إنسان ظريف جدا وهادي وكده ويضحك وكده، في الفيلم هو بيخرج عبارة عن ديكتاتور. ديكتاتور من ناحية إيه؟ من ناحية إن توجيهاته للممثلين للعمل تحسي انه ما حدش يقدر يتنفس خالص. التزام. ودي ميزه، ودي التزام. ميزه فيه لان جديه العمل. صحيح. يعني جديه العمل. هو ما فيش دلع بقى، ما فيش نجم يفرض على المخرج لا حاجه. لا ما فيش اي دلع اصلا. يفرض عليه اي حاجه. طبعا. على فكره معلش، انا الحمد لله كنت محظوظ في حياتي، اشتغلت مع مخرجين طبعا من جيلي اغلبيتهم، يعني 90% من جيلي، محمد خان، اشرف فهمي، نادر جلال، علي عبد الخالق، المخرجين دول كلها اسماء اجمل من بعضها. دول لا يسمحوا للنجم في التحكم فيهم ابدا. ده أكيد. محمد خان مره أكيد. احد افلامه الاخيره فتاه المصنع كانت روبي هي البطله. ايوه صح. فقالت له طب معلش انا جالي فيلم تاني، ممكن نعمل الفيلمين مع بعض؟ قال لها لا. طبعا محمد خان ما بيهزرش في شغله ابدا. طبعا جديده خالص اللي هي ياسمين. اكيد. استاذ سعيد الحقيقه الكلام معاك اصلا، وحضرتك مصور كبير ومهم في يعني في السينما المصريه، وبنتكلم عن عاطف الطيب وعن عدد من المخرجين، كلهم الحقيقه اهم من بعض، وكلهم كان ليهم دور في تقديم الطبقة الوسطى والطبقة المتوسطة، مشاكلها، حياتها، قصصها، إزاي يطلعوا بيها الأمام. أفلام لا تنسى أبدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير التصوير الكبير أستاذ سعيد شيمي. والكلام عمره ما بينتهي عن النجوم أو الفنانين، خاصة لو كان لهم بصمة. عاطف الطيب هتفضل ذكراه وبصمته موجودة في كل أعماله، لما بنشوفها وبنتفرج عليها بنقول أكيد الفيلم ده وراه مخرج كبير زي عاطف الطيب أو غيره.